الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. أسئلة الوحدة الثانية الكهرباء المتحركة، ونبدأ في أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. 1. سلك فلزي مقاومته R، مساحة مقطعه العرضي A، موصل بين نقطتين فرق الجهد بينهما V. إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف، فإن الصراع الانسياقية في هذه الحالة. لو بدينا من عند كلمة أعيد تشكيله، يعني نفس المادة أو نفس الحجم، أعيد تشكيل السلك ليزداد طوله إلى الضعف. عند زيادة طول السلك إلى الضعف أو عدد من الأضعاف، قلنا بترتب عليها إنه الحجم ثابت. إذا كان ال final تساوي n من ال initial، عدد من الأضعاف، قلنا بترتب عليها ان المساحة عكسيا مع الطول لثبوت الحجم، وكذلك كل من السرعة الانسياقية وكثافة شدة التيار وشدة المجال الكهربائي، جميعهم يتناسب عكسيا مع الطول، والمقاومة تزداد ان تربيع من الاضعاف، والتيار يقل واحد على ان تربيع، لكن المقاومية والموصلية تبقى مقدار ثابت لانها لا تعتمد على الطول او المساحة، وإنما تعتمد على نوع المادة. هذه العلاقات درسناها أثناء الشرح، أنه إذا زاد الطول عدد من الأضعاف فإن السرعة الانسياقية تقل بنسبة واحد على N، يعني تقل إلى النص. لكن لو جينا نشتق القانون من وين أجت النص، نقول بزيادة طول السلك تقل مساحة المقطع للنص، وبالتالي تزداد المقاومة 4 أضعاف ويقل التيار للربع لثبوت الجهد. ولو عوضنا عن السرعة الانسياقية، التيار النهائي ربع التيار الابتدائي، والمساحة النهائية نص المساحة الابتدائية، لكن شحنة الإلكترون والكثافة الحجمية للشحنة مقادير ثابتة. إذن VD final أو VD2 تساوي I2 على NEQE في A2. تيار 2 التيار النهائي ربع التيار الابتدائي، مساحة مقطع 2 نص مساحة مقطع 1، النص على ربع يعني نص I1 NEQE A1. هذه السرعة الانسياقية الابتدائية، يعني السرعة الانسياقية النهائية تساوي نصف السرعة الانسياقية الابتدائية. سؤال 2، في الشكل المجاور احسب المقاومة المكافئة. لو اعتمدنا طريقة التنقيط في الحل، علمنا النقاط المحددة، بعدين بنلاحظ إذا النقاط الثلاثة هذه بينهم سلك فارغ لا يوجد فيه مقاومات أو بطاريات، إذا هذه النقاط الثلاثة تعتبر نقطة واحدة، يعني نقطة واحد هذه نقطة واحد هذه نقطة واحد لوجود سلك فارغ بين النقاط الثلاثة. إذا هذه نقطة 2 وهذه نقطة 3، نضع النقاط الثلاثة على استقامة واحدة، نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3. المقاومة 3 أوم، أول مقاومة بين الواحد والاثنين، المقاومة 3 أوم، أشطبها وبحطها مقاومة بين الواحد والاثنين. المقاومة الأخرى 6 أوم أيضا بين الواحد والاثنين، رحمها على التوازي. المقاومة 6 أوم بين 2 و3، هي مقاومة 6 أوم بين 2 و3. المقاومة 4 أوم بين النقطة 1 والنقطة 3 ولا تمر في الاثنين، والمقاومة 8 أوم بين 1 و3 ولا تمر في الاثنين. هيك أصبح الشكل بسيط، 3 أوم و6 أوم توازي المكافئة لهما حاصل ضربهما على حاصل جمعهما 2، الاثنين على التوالي مع الستة يصبح الشكل 2 و6 8، 4 8 على التوازي. المكافئة 1/8 زائد 1/8 زائد 1/4 اللي هي 2/8، يعني 4/8. إذا المكافئة تصبح 8/4، يعني 2 أوم. السؤال 3، احسب المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. لو اعتمدنا نفس الطريقة التنقيط، نلاحظ هالنقطتين بهم سلك فارغ، إذا أكيد لهم نفس النقطة أو نفس الجهد، نقطة 1 نقطة 1 نقطة 2، 6 أوم بين الواحد والاثنين، والست أوم الأخرى بين الواحد والاثنين، إذا المقاومتين 6 و6 على التوازي. المكافئ لهما حاصل ضربهما على حاصل جمعهما، يصبح الشكل كما تلاحظ، 6 و6 حاصل ضربهما على حاصل جمعهما 3،
ستة أوم اتناش أوم، هنا ستة أوم اتناش أوم، هذا يمثل شكل قنطرة متزنة. قنطرة متزنة لأن ستة على اتناش تساوي ستة على اتناش، إذا الثلاثة أوم المنتصف لا يمر فيها تيار كهرباء، إذا ممكن حذفها تصبح الستة والستة على التوالي، أن يعني المكافئة اتناش واتناش واتناش على التوالي، إذا المكافئة لهم 24، والاتناش والأربعة وعشرين توازي، يعني المكافئة حاصل ضربهما على حاصل جمعهما 8 أوم. ولو قلنا ستة والاتناش توازي المكافئة لهم 4، والستة والاتناش الأخرى توازي المكافئة لهم 4، بعدين 4 أوم وأربعة أوم على التوالي المكافئة 8. سؤال 4، في الدارة الكهربائية المجاورة إذا علمت أن المصابيح متماثلة فماذا يحصل لشدة إضاءة المصباح Y و K عند غلق المفتاح؟ المفتاح موجود في فرع على التوازي مع المصباح K، وبالتالي بغلق المفتاح تقل المقام المكافئة للدارة لأن المصباح موصل على التوازي، ودائما التوازي يقلل المقام المكافئة، وبالتالي يزداد التيار الكلي. المصباح Y يمر فيه تيار كلي، ولا زيادة التيار الكلي يزداد إضاءة المصباح Y. أما المصباح K يمر فيه جزء من التيار لذا تقل إضاءته. قبل إغلاق المفتاح كان المصباح K يمر فيه تيار كلي، وبعد الإغلاق أصبح يمر فيه جزء من التيار الكلي، إذا K تقل إضاءته، يعني Y تزداد الإضاءة و K تقل الإضاءة، إذا تزداد إضاءة Y وتقل إضاءة K. ولدينا نوضحها، هي التيار يخرج من الطرف الموجب للبطارية. في الحالة الأولى التيار بمر في K بمر في Y نفس التيار، لكن بغلق المفتاح تقل المقاومة المكافئة ويزداد التيار، لكن K في هذه الحالة يمر فيه ثلث التيار الكلي، لأن الفرع K في مقاومتين والفرع الآخر في مقاومة واحدة، والمصباح Y يمر فيه التيار الكلي لكن K تقل إضاءته، إذن تزداد إضاءة المصباح Y وتقل إضاءة المصباح K. سؤال 5، في الدارة الكهربائية المجاورة إذا كانت قراءة الأميتر تساوي 2 أمبير فما قراءة الفولتاميتر؟ الأميتر جهاز يستخدم لقياس التيارات، والفولتاميتر يستخدم لقياس فرق الجهد. لما يقول لي قراءة الأميتر 2 أمبير، يعني التيار المار في الدارة عند الأميتر هذا 2 أمبير. الفولتميتر عندما يوصل مع المقاومة هتكون قراءته I في R، المقاومة 20، إذا يجب أحسب التيار. تيار 2 أمبير، تيار المار في الأميتر 2 أمبير، التيار عند نقطة التفرع بتفرع 1 أمبير و 1 أمبير. جهاز الفولتميتر لا يمر فيه تيار لأن في جهاز الفولتميتر مقاومته عالية جدا، لا يمر التيار، هو فقط جهاز قياس. إذا قراءة الفولتميتر تصبح I في R، يعني قراءة الفولتميتر موصل على التوازي مع المقاومة 20، وقراءته I في R، إذن قراءة الفولتميتر 1 في 20، يعني 20 فولت. سؤال 6، يبين الشكل المجاور جزء من دارة كهربائية يصرف فيها تيار كهربائي I، إذا كانت قراءة الفولتميتر 36 فولت فما قراءة الأميتر؟ ذكرنا أن الفولتميتر جهاز يستخدم لقراءة فرق الجهد، والأميتر يستخدم لقياس التيار. المطلوب قراءة الأميتر، يعني المطلوب تيار الفرع المقاومة 3. من قراءة الفولتميتر ممكن حساب قيمة I التيار الكلي، لأن الفولتميتر موصل على التوازي مع المقاومة 4، وعندما يوصل الفولتميتر على التوازي مع المقاومة قراءته I في R، يعني 36 قراءة الفولتميتر تساوي التيار في قيمة المقاومة 4، إذن التيار المار في المقاومة 4 9 أمبير، يعني التيار الكلي المار في المقاومة 4 9 أمبير، والمطلوب أحسب تيار الفرع 3 أوم. من قانون تيار الفرع يساوي تيار التوازي التيار الكلي للمقاومات الموصلة على التوازي في مقاومة التوازي على مقاومة الفرع. التيار الكلي للمقاومات الموصلة على التوازي 9،
مقام في الفرع اللي بدي احسب له تيار 3، اذا مطلوب احسب المقام المكافئة للمقامات الموصلة على التوازي، ممكن 1 على المكافئة تساوي 1 على 3 زائد 1 على 2 زائد 1 على 6 1 او 6 على 6، اذا المقام المكافئة للمقامات الثلاثة الموصلة على التوازي 1، وبالتالي يصبح تيار المقام 3 اوم اللي هو قراءة الاميتر تيار التوازي 9 1 على 3 يعني 3 امبير. سؤال 7، في الشكل المجاور دارة كهربائية تتكون من 4 مصابيح متماثلة وبطارية ومفتاح، المصابيح الأربعة تشع ضوءا، أي هذه المصابيح تزداد إضاءتها عند غلق المفتاح. لو اعتمدنا طريقة التنقيط لنلاحظ أي المصابيح موصلة على التوازي مع البطارية أي منها يبقى ثابت، هذه نقطة 1 هي نفس النقطة، هذه نقطة 1، لكن هذه نقطة 2 وهذه نقطة 2 وهذه نقطة 2، هذا قبل غلق المفتاح. يعني المصباح كي بين النقطتين 1 و2 على التوازي مع البطارية، المصباح ان بين 1 و2 على التوازي مع البطارية، والمصباحان ال وام في نفس الفرع بين 1 و2 على التوازي مع البطارية، لكن بغلق المفتاح تصبح هذه النقطة 2، لذا ينطفئ المصباح ال موصل بين النقطتين لهما نفس الجهد 2 2، اذا ينطفئ المصباح ال ويصبح المصباح ام على التوازي مباشرة مع البطارية بين النقطتين 1 و2. يعني المصباحان ان وكي موصلان على التوازي مع البطارية قبل الإغلاق أو بعد الإغلاق، فلا تتغير شدة إضاءتهم. أما المصباح L الموصل على التوازي مع سلك فارغ فهو ينطفئ، يعني أصبح بين نقطتين لهما نفس الجهد في سلك فارغ على التوازي مع المصباح، لذا ينطفئ التيار يمر في السلك ولا يمر في المصباح. أما المصباح M فتزداد شدة إضاءته لأنه كان يتقاسم الجهد مع المصباح L في الفرع الأوسط، وبعد غلق المفتاح انطفأ المصباح L ويبقى أم على التوازي مع البطارية، يزداد جهده وبالتالي تزداد شدة إضاءته. سؤال 8، وصل قالب 3 مقاومات متماثلة كما في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين قطبي البطارية 12 فولت مع قراءة الفولتميتر 1 والفولتميتر 2. الفولتميتر الأول موصل مع مقاوم R، الفولتميتر الثاني موصل على التوازي مع مقاومتين R وR على التوازي المكافئة لهما R على 2، وقلنا فرق الجهد يتناسب طرديا مع المقاومة في حالة التوصيل على التوالي، يعني لازم تكون معي قراءة الفولتميتر 1 أكبر من قراءة الفولتميتر 2، لأن الفولتميتر الأول موصل مع مقاومة R، لكن الفولتميتر الثاني موصل مع مقاومة R على 2، لأن مقاومتين على التوازي. يعني ممكن أستبعد الجواب ألف وأستبعد الجواب باء، لأن قراءة الفولتميتر 1 يجب أن تكون أكبر من قراءة الفولتميتر 2. ممكن طريقة ثانية أقول يتناسب الجهد طرديا مع المقاومة عند ثبوت التيار في حالة التوالي، يعني لذا ينقسم الجهد كنسبة المقاومات الموصلة بجهاز الفولتميتر، فتكون قراءة الفولتميتر 1 ضعف قراءة الفولتميتر 2. الفولتميتر الأول موصل مع R، الثاني مع R على 2، يعني يجب أن تكون قراءة الفولتميتر 1 ضعف قراءة الفولتميتر 2، إذا أكيد الجواب حيكون معاي G. أول بدي أحسب حسابات، بقول R المكافئة للدارة R على 2، مقاومتين على التوازي مكافئتهما R على 2 زائد R تصبح 3R على 2، إذا التيار المكافئ إبسلون على المقاومة المكافئة يعني 12 على 3R على 2 يعني 8 على R، هذا التيار الكلي المار في الدارة. إذا قراءة الفولتميتر 1 I في R، التيار 8 على R في R يساوي 8 فولت، يعني الإجابة حتكون G. سؤال 9، يبين الشكل المجاور دارة كهربائية مغلقة يصل فيها تيار كهربائي شدته 3 أمبير والمفتاح مفتوح، يعني إذا كان المفتاح مفتوح المقاومة 4 اللي فيها المفتاح غير موصلة في الدارة،
كم تصبح قراءته إذا وصلت أو إذا أغلق المفتاح؟ في عند البطارية هي مقدار ثابت ومجهول لازم أحسبها. تقول في الحالة الأولى قبل إغلاق المفتاح من معادلة الدارة البسيطة، التيار يساوي محصلة القوة الدافعة على محصلة المقاومات، التيار معطى 3، محصلة المقاومات 4 أوم و4 أوم، إذا إبسلون بتكون 24 فولت. الحين مقدار إبسلون طلع معي 24 فولت، كم تصبح شدة التيار بعد غلق المفتاح؟ بعد غلق المفتاح أصبحت المقاومتين 4 أوم و4 أوم توازي، المكافئة لهما 2، 2 أوم مع 4 أوم توالي، إذا المكافئة للدارة كلها 6 أوم، إذا التيار الكلي يساوي محصلة القوة الدافعة على محصلة المقاومات 24 على 4 زائد 2 يعني 24 على 6، إذا التيار 4 أمبير. ومن الأول لازم أكون أعرف إنه التيار لازم يزيد، لأنه المقاومة التي وصلت بالمفتاح هي مقاومة على التوازي، والتوازي دائما يقلل المقاومة المكافئة وبالتالي يزيد التيار. سؤال 10، في الشكل المجاور احسب قراءة الأميتر. بنعرف دائما الأميتر جهاز يوصل على التوالي ويستخدم لقياس التيارات الكهربائية، لأن جهاز الأميتر مقاومته صغيرة جدا، لذا فهو يمرر التيار الكهربائي. يعني عند توصيل أميتر على التوازي مع مقاومات فإن التيار يمر في الأميتر، أي يعتبر الأميتر كسلك، لأن جهاز الأميتر مقاومته صغيرة جدا، لذا لا يمر تيار في المقاومتين 4 أوم و4 أوم، وبالتالي تعتبر الدارة بسيطة. التيار يساوي محصلة القوة الدافعة على محصلة المقاومات، القوة الدافعة 16، محصلة المقاومات 3 و5، إذا 16 على 8، إذا التيار 2 أمبير. سؤال 2 من أسئلة الوحدة، علل أو فسر ما يلي. توصل الأجهزة في المنازل على التوازي حتى يكون فرق الجهد متساوي على جميع الأجهزة، أو حتى لا ينقطع التيار عن بقية الأجهزة عند تلف أحدها. ب، ينعدم أو يتلاشى التيار الكهربائي في دارة كهربائية عند فتح الدارة بسبب انقطاع المجال الكهربائي المسؤول عن دفع الإلكترونات، أي يتوقف امداد الشحنات بالطاقة، أو بسبب انعدام فرق الجهد الكهربائي فتتحرك الشحنات الحرة في الموصل حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، مما يجعل الشحنة الكلية التي تعبر مقطع عرض الموصل يساوي 0. سؤال 3، في الشكل المجاور جزء من دارة كهربائية معتمدا على البيانات المثبتة في الشكل جد، فرق الجهد بين النقطتين A و B، مقدار القوة الدافعة الكهربائية إبسلون، والقدرة الداخلة والقدرة المستنفذة في الدارة. لو تتبعنا اتجاه التيار الكهربائي وتحديد قطبية المقاومات، 7 أوم يمر فيها تيار 1 أمبير موجب سالب، 4 أوم يمر فيها 3 أمبير موجب سالب، إذا التيار الكلي يساوي 4 أمبير، لأن التيارات الداخلة إلى نقطة تفرع يساوي التيارات الخارجة منها 1 أمبير فرع الوي، 3 أمبير الفرع السفلي، إذا التيار الكلي 4 أمبير وموجب سالب قطبية المقاومة. لإيجاد فرق الجهد بين النقطتين A و B، فرق الجهد بين A و B يساوي سالب محصلة فروق الجهد بين A و B. أولا نرسم مسار العبور من A إلى B، فرق الجهد بين النقطتين يساوي سالب التغيرات، أول عنصر من الموجب إلى السالب بطارية سالب قيمة قوتها الدافعة الكهربائية، من السالب إلى الموجب إذن موجب مقاومة 2 في 4 I في R، من السالب إلى الموجب إذن موجب 7 في 1 التيار في المقاومة، يصبح الجواب سالب 5 فولت. فرق الجهد من A إلى B سالب 5 فولت، لكن فرق الجهد من B ل A 5 فولت، أصلا أنا بلزمني في القدرة الداخلة فرق الجهد باتجاه التيار، والتيار من B إلى A، عشان هيك حسبت فرق الجهد من B إلى A 5 فولت، أي فرق الجهد باتجاه التيار. المطلوب الثاني مقدار القوة الدافعة الكهربائية إبسلون. في طريقتين أجيب مقدار القوة الدافعة الكهربائية إبسلون، ممكن أقول الجهد من A إلى B عن مسار الآخر يساوي سالب 5، وبتحرك مسار عبور، وبتكون عندي إبسلون هي مجهولة لأن فرق الجهد من A إلى B ثابت سالب 5،
وممكن استخدم قانون كيرشوف الثاني. قانون كيرشوف الثاني بيقول محصلة فروق الجهد لأي مسار مغلق يساوي صفر. إذا باستخدام قانون كيرشوف الثاني محصلة فروق الجهد للمسار المغلق صفر. إذا باجي هي مسار مغلق، الحلقة المغلقة، وباجي بعوض من الموجب إلى السالب، سالب اي في ار 7 في 1، من السالب إلى الموجب، موجب 4 في 3 المقاومة في التيار، من الموجب إلى السالب، إذا سالب قيمة القوة الدافعة للبطارية، تصبح قيمة القوة الدافعة للبطارية 5 فولت، وهيك حسبنا المطلوب الثاني. أما المطلوب الثالث الباور إن والباور أوت، قدرة داخلة في فرع من دارة كهربائية، باور إن يساوي أي في إبسلون اللي مع زائد اي في فرق الجهد من A إلى B، لكن الشرط قلنا باتجاه التيار الكهربائي، يعني بدي أقول الجهد من B إلى A لأن التيار من B إلى A. من أول البطارية اللي سهم قوتها الدافعة مع التيار هي إبسلون، والعشرة يعني كلا البطاريتين سهم قوتها الدافعة مع التيار. إبسلون قيمتها 5، التيار المر فيها 3 يعني 3 في 5، زائد البطارية 10 يمر فيها تيار 4 يعني 4 في 10، زائد التيار الكلي من B إلى A 4، في الجهد الكلي من B إلى A 5، تصبح الجواب 75 واط. أما القدرة المستنفذة فتصبح I في إبسلون العكس زائد I تربيع في R. لا يوجد بطارية سهم قوتها الدافعة عكس التيار، إذن 0. المقاومة الأولى 7 يمر فيها تيار 1، إذن 1 تربيع في 7. المقاومة 4 يمر فيها تيار 3، إذن 3 تربيع في 4. المقاومة 2 يمر فيها تيار 4، إذا 4 تربيع في 2، أيضا 75 واط. لازم تكون الباور إن تساوي الباور أوت سواء لدارة كاملة أو لجزء من دارة كهربائية. لو انتقلنا على سؤال 4، في الدارة الكهربائية المجاورة جد شدة التيار المار في كل بطارية. أولا الشكل لازم يحل على قوانين كيرشوف لأنها دارة معقدة، في عندي بطاريات بالأفراد. أول خطوة في قوانين كيرشوف تتبع حركة التيار وتحديد قطبية المقاومات. التيار من الطرف الموجب للبطارية 15 الأكبر موجب سالب، هاي نقطة تفرع. التيار بتقسم لآي 1 موجب سالب، وبتفرع عنا لآي 2، إذا هنا موجب سالب. يعني أول خطوة تتبع حركة التيارات وتحديد قطبية المقاومات، ثم نطبق قانون كيرشوف الأول. هاي نقطة تفرع، التيار الداخل عليها هو التيار آي، التيار الخارج من نقطة التفرع آي 1 وآي 2. إذا بتطبيق قانون كيرشوف الأول summation آي إن تساوي summation آي أوت، إذا I تساوي I1 زائد I2. بتطبيق قانون كيرشوف الثاني عبر حلقة واحد حلقة مغلقة، كيرشوف الثاني بيقول محصلة فروق الجهد لأي مسار مغلق يساوي صفر، نعتبر هذه حلقة واحد. من السالب إلى الموجب، إذا الموجب 12، بطارية قيمة قوتها الدافع الكهربائية 12. من الموجب إلى السالب، سالب I في R، المقاومة 4 يمر فيها تيار 2، سالب 4 I2. من السالب إلى الموجب، إذا موجب المقاومة 2 يمر فيها تيار I1، إذا تصبح المعادلة 2I1 سالب 4I2 تساوي سالب 12 معادلة 2. تطبيق قانون كيرشوف الثاني على حلقة 2، محصلة فروق الجهد 0. من الموجب إلى السالب يعني سالب 2I1، من السالب إلى الموجب في البطارية يعني موجب 15، من الموجب إلى السالب في المقاومة سالب 4I، إذا تصبح سالب 2I1 سالب 4I تساوي سالب 15. ممكن أعوض عن I تساوي I1 زائد I2، يعني تصبح معي المعادلة سالب 2I1 سالب 4I1 زائد I2 سالب 15، يعني سالب 6I1 سالب 4I2 تساوي سالب 15، هذه معادلة 3. أما معادلة 2 اللي حصلنا عليها 2I1 سالب 4I2 تساوي سالب 12، لو قلنا بالطرح سالب 4I2 سالب سالب 4I2 بيصير صفر، لكن هان سالب 8I1 تساوي سالب 3، إذا I1 تساوي 375 من 1000 أمبير، يعني 3 على 8. والتعويض في معادلة 2، إذا I2 3.19 أمبير. بالتعويض في المعادلة 1، إذا I1 أو I الكلية 3.57 من 100 أمبير. بهيك حسبنا التيار المار في كل بطارية.
السؤال 5 من أسئلة الوحدة، يبين الشكل المجاور جزءا من دارة كهربائية يسري بها تيار كهربائي. إذا كان فرق الجهد من A إلى B 60 فولت، احسب قراءة الأميترات 1 و2. لو تتبعنا حركة التيارات ثم نطبق قانون كيرشوف الأول عند نقاط التفرع، في عندي نقطتين تفرع، نقطة C ونقطة D. لو جينا على النقطة C، محصلة التيارات الداخلة تساوي محصلة التيارات الخارجة. عند النقطة C 3 أمبير باتجاه سهم داخل إلى النقطة C، و8 من 10 أمبير داخل إلى النقطة C. إذا التيار الخارج هو التيار المار في الأميتر الأول، ويساوي 3 زائد 8 من 10، يعني 3.8 من 10 أمبير خارج منها. أما لو جينا على النقطة D، محصلة التيارات الداخلة تساوي محصلة التيارات الخارجة. التيارات الخارجة منها 8 من 10 و1.2، إذا التيار الداخل حيكون 8 من 10 زائد 1.2، يعني 2 أمبير داخل إلى النقطة دي، يعني التيار الكلي المار في الدارة من عند النقطة A، التيار الكلي 3 أمبير و2 أمبير، يعني 5 أمبير، وكذلك لازم يكون الخارج من الدارة 5 أمبير. إذا التيار الكلي 5 أمبير، فبالتالي بتكون المقاومة الكلية بين النقطتين A و B تساوي الجهد الكلي 60 فولت على التيار الكلي ع 5، 60 على 5 يعني 12 أوم. حسبنا التيارات وحسبنا المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. آخر سؤال في أسئلة الوحدة، سؤال 6، يمثل الشكل المجاور جزءا من دارة كهربائية مستعينا بالبيانات المثبتة على الشكل. احسب التيار الكلي I1، وكذلك احسب القدرة المستهلكة في المقاومة 4 أوم. لو تتبعنا حركة التيارات، النقطة A1 نقطة تفرع، والنقطة 2 هي نفسها نقطة التجمع، هذه نقطة 2 وهذه نقطة 2، في بين انهان سلك فارغ لا يوجد به أي مقاومة أو بطارية. إذا نقطة 1 نقطة تفرع، ونقطة 2 نقطة التجمع، إذا المقاومات الثلاثة تعتبر على التوازي. إذا 4 أوم و8 أوم و12 أوم على التوازي، فبتكون مكافئتهما 1 على 4 زائد 1 على 8 زائد 1 على 12، توحيد المقامات تصبح 11 على 24، إذا المقاومة المكافئة 24 على 11 أوم. إذا التيار الكلي يساوي فرق الجهد بين النقطتين A و B على المقاومة الكلية. فرق الجهد بين النقطتين يساوي جهد A ناقص جهد B. جهد A 24 وجهد B 8، إذا فرق الجهد 24 ناقص 8 16 على المقاومة الكلية 24 على 11، يعني التيار الكلي 22 على 3 أمبير، وهذا المطلوب الأول. أما المطلوب الثاني، القدرة المستهلكة في المقاومة R، بدي قانون يحسب قدرة مقاومة، وعندي هنا الجهد بين نقطتين 24 ناقص 8 16، إذا بقدر أقول الباور المستهلكة في المقاومة 4 أوم تساوي في تربيع على R. الجهد قلنا 24 ناقص 8 تربيع على 4، يعني 64 و... في طريقة ثانية يحسب الطالب بها القدرة المستهلكة في المقاومة 4 أوم، وهي يحسب تيار المقاومة 4 أوم باستخدام قانون تيار الفرع، بعدين يقول القدرة المستهلكة في المقاومة تساوي I تربيع في R. ولو حسبنا قيمة التيار المار في المقاومة 4 بكون معي 4 أمبير، وبالتالي تصبح القدرة I تربيع في R 4 تربيع في المقاومة 4، أيضا يصبح 64 واط. إلى هنا انتهينا من حل أسئلة الوحدة الثانية، إلى أن نلتقي بكم في الوحدة الثالثة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.